عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا بالنقابة العامة للمعلمين لمناقشة القضايا ذات الأولوية، وأكد المشاركون في المؤتمر دعم مسيرة التنمية ورفض دعوات الهدامة والتأكيد على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى وطرح الآراء في القضايا الوطنية تمهيدا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني. كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق جهود النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نسيج المجتمع المدني المصري لدعم ومساندة جهود الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية. وجود مؤتمر النقابات المهنية التنموي لعرض أهم إنجازات الرئيس، دي كلمة عايزين نوصلها للرئيس، إن كل النقابات المهنية بما فيهم نقابة المعلمين بتؤيد إنجازاته، ولكن لها توصية وحيدة نطالب بها وهي تفعيل القوى الناعمة في المجتمع المصري. المشاركة النهاردة بندعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات والمجهودات اللي عملها، كل الحاجات اللي بيعملها دي باينة، أنقذت مصر من الضياع، أنقذت مصر من الضياع ورفعتنا رفعة بشأن عظيم 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 عظيم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.